مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، الانطلاقة لشوط الختام تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوط ختام صباح هذا اليوم، صباح هذه المسيرة، صباح هذه التحديات والإثارة على أرضية هذا الميدان. نتابع معكم المجريات ونتابع الإثارة ونتابع ماذا يدور من تحدي وإثارة على أرضية هذا الميدان. وهناك شعارات عديدة تتواجد في هذا الشوط، سوف نتابع مجرياتها وتحديها وإثارتها. الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط، هنا يأتينا اليم لسعيد بن سالم بن مسعود المري، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني وثاني المراكز براغ الرغش بن السهيل بالدحبة العامري، ومن الجانب الآخر الصافي لمحمد بن هادي اليامي، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شقران حمد بن سالم بوشقلة المري، من يأتي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مدمر العلي بن راشد بن معصم القتبي، من يأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس، سادس المراكز لندن لمحفوظ بن خميس لينيبي ومحطم، من يصل لسيب بن علي بالكندية ليقتبي، من يأتينا بهذه الانطلاقة. المركز الثامن، المركز الثامن في هذه اللحظات سراب الخليفة بن سعيد بن حارب العميمي، من يأتي على المركز هذه اللحظات الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع مهيض العلي بن فراج المري، وعلى المركز العاشر، المركز العاشر مكلف لمحنى بن حمد بن مية العفاري، من يأتينا على المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى المتابعة، نعود إلى اليم، نعود إلى اليم وإلى الصدارة وإلى المقدمة. هنا أيضا أهالي شحانية مع اليم لسعيد بن سالم بن مسعود المري، من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني شقران الحمد بن سالم بوشقلة المري، والصافي من الجانب الآخر لمحمد بن عبد الهادي اليامي، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع براق الرغش بن السهيل بالدحبة العامري، وعلى المركز الخامس، المركز الخامس مكلف لمحنى بن حمد بن مية العفاري، من يأتينا على المركز في هذه اللحظات الخامس. وفي المركز السادس مدمر في المركز السادس العلي بن راشد بن معصم لقتبي، وعلى المركز السابع سراب الخليفة بن سعيد بن حارب العميمي، من يأتي على المركز السابع. وفي المركز الثامن،
المركز الثامن لندن، لندن محفوظ بالخميس، لينيبي من ياتي على المركز الثامن، وفي المركز التاسع هنا ياتي اسعاف، اسعاف للسيد سعيد بن سالم النعيمي من ياتي بهذه الانطلاقة على المركز التاسع. وفي المركز العاشر، المركز العاشر من الجانب الاخر على عاشر المراكز، المركز العاشر من يتسلل مياس العايض بن حسن بن هادي الحبابي من ياتينا على المركز العاشر في هذه اللحظات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة بعد أن أتممنا العشرة المراكز الأولى. هناك الشعارات، هناك أسامي خلف العشرة المراكز الأولى نترقبها في هذه المسيرة وفي هذا التحدي والإثارة، ترقبوها في الكيلو المتر الأخير عندما ندخل هناك في مدرج الهبوط. ولكن بعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة من شقران، شقران للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مكلف ومكلف بمهمة مع منتصف المسافة المحنى بن حمد بن مية لعفاري، وعلى المركز الثالث اليم شاعرنا سعيد بن سالم بن مسعود المري من يأتي على المركز الثالث، وبراق الرغش بن السهيل بن دحبة العامري من يأتي على المركز الرابع، وخامس المراكز الصافي لمحمد بن عبد الهادي اليامي من ياتي على المركز الخامس، وفي المركز السادس لندن لمحفوظ بن خميس لينيبي واسعاف قادم لسعيد بن سالم النعيمي من ياتينا على سابع المراكز، وفي المركز الثامن مدمر العلي بن راشد بن معيصم الاقتبي من ياتي بهذه الانطلاقه على المركز الثامن وتاسع المراكز. والتدخلات بدت في هذه اللحظات. المركز التاسع وهنا مبلش الجاد الرب محمد جاد الرب السوداني من ياتي بهذه الانطلاقة الجميلة هنا على المركز في هذه اللحظات التاسع وعاشر المراكز. سراب لخليفة بن سعيد بن حارب العميمي من ياتي على المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. حزام الغابات مشاهدينا ومتابعينا الكرام على اليمين، والثلاثة كيلومترات أمام الجميع، أمامكم يا ملاك ويا مضمرين، ثلاثة كيلومترات على نهاية التحدي، نهاية الإثارة، نهاية المسيرة. هنا مكلف من تسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسيد محنى بن حمد بن مية لعفاري من سيطر على زمام الأمور، سيطر على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني، ثاني المنطلقين شقران الحمد بن سالم بوشقلة المري، واليم اليم لسعيد بن سالم بن مسعود المري، وإسعاف اسعاف لسعيد بن سالم النعيمي القادم على رابع المراكز. لندن في المركز الخامس، لندن لسيد محفوظ بن خميس لينيبي من ياتينا على المركز الخامس، وفي المركز السادس براق الرغش بن السيل بن دحبه العامري من ياتي بهذه الانطلاقه. المركز السابع الصافي لمحمد بن عبد الهادي اليامي، ومن الجانب الاخر مبلش الجاد الرب محمد جاد الرب مدمر من ياتينا بهذه الانطلاقه
التاسعة وملكيته للسيد علي بن راشد بن معصم لقتبي. والمركز العاشر، المركز العاشر وصل مياس، مياس القادم في هذه اللحظات، الحمد بن منصور بن عفصان لخيالي القادم بكل قوة، عين على المقدمة. هنا أيضا قدوم آخر، هملول لسعيد بن سيف بن معضد المشغوني، من يصل في أول ندى. يا سلام، بدت الأسامي، بدت الأسامي تقترب في هذه اللحظات. رويدا رويدا منا دخلنا في أيضا مدرج الهبوط، مدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة. وهنا اليم من غير على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، سيد سعيد بن سالم بن مسعود المري، من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني، اسعاف لسعيد بن سالم النعيمي، من ياتي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، المركز الثالث مكلف المحنى بن حمد بن مية العفاري، من ياتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، لندن المحفوظ بن خميس لينيبي الصافي لمحمد بن عبد الهادي الليامي، من ياتي على المركز الرابع في هذه اللحظات. هنا قدوم ووصول حشيم اليوعان بن حمد بن يوعان الشامسي، وعاد شقران الحمد بن سالم بوشقلة المري، عاد إلى صلب المنافسة، عاد إلى صلب المنافسة. المخرب أتاها مرة، هنا لازم يخرب بوشقلة، لازم أيضا. وهنا يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ يتسلل، بدأ يتسلل على الصدارة شقران، شقران الحمد بن سالم بوشقلة المري، من انتزع الصدارة، انتزع المقدمة والمركز الأول. خلاص خلاص يا أبو شهاب، خلاص المقدمة وخضها، وخلاص بدأ يباعد، ما يحتاج أوامر، خلوص. وهو تهدونه على الصدارة شقران، على المقدمة وعلى المركز الأول، سيد حمد بن سالم بوشقلة المري على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني حشيم قادم، حشيم حشيم لسيد يوعان بن حمد بن يوعان الشمسي، قادم بكل قوة، قادم بهذا الأداء الجميل. المركز الثالث، المركز الثالث الصافي لمحمد بن عبد الهادي اليامي، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع اليمن سعيد بن سالم بن مسعود المري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس القادم هنا الفهد الخلفان بن راشد النايلي والكاسبي لمحمد بن مطر بن نحروي العامري، ولكن هنا الصراع، هنا التحدي، هنا الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بين الصافي وبين حشيم، حشيم والصوفي، حشيم والصافي، حشيم لسيد يوعان بن حمد بن يوعان الشامسي، والصافي، الصافي 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 لمحمد بن عبد الهادي اليومي. يا سلام، الله، حشيم والصافي، الصافي وحشيم، حشيم والصافي، لمن الفوز، لمن الناموس. ولكن الصافي تسلل على الصدارة، الصافي على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الأداء واللحظات الأخيرة ولحظة وصول. ولكن هنا ينتزع في هذه اللحظات تحشيم الصدارة والفوز. تهانينا المركز الثاني لمحمد بن هادي اليوم، المركز الثالث لسيد خلفان براهد النايل، المركز الرابع لمحمد مطر بن نحرون، المركز الخامس الطالب براهد الهادف، المركز السادس عبد الهادي بن سعيد الشوان، المركز السابع لسالم بن سعيد النعيمي، والثامن والبقية. لكن نأتي خط النهاية، نعود هنا مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة انتزاع حشيم الصدارة والفوز. تهانينا للسيد يوعان بن حمد بن يوعان الشامسي، 3:43.47 من الثانية هو التوقيت الزمني. أما المركز الثاني الصافي لمحمد بن عبد الهادي الليامي في 3:44 وفاعا وتماما وكمالا. أما ثالث المراكز فكان مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه اللحظات ولحظة وصوله الذي وصلنا هنا، الفهد الخلفان بن راشد النايلي في 3:46 7 من الثانية، وحمد بالضبيب يتواصل.
هكذا مشاهدينا الاعزاء كان